النهضة اجتمعت البارحة بمكتبها التنفيذي واجتمعت مع كتلتها واتخذت الموقف التالي: إفساح المجال أمام مبادرة السيد رئيس الجمهورية للنفاذ لتأخذ طريقها إلى الواقع، وذلك عبر العمل على إرساء حكومة جديدة برئاسة جديدة. وبالتالي فنحن لن نصوت على بالإيجاب، لن نمنح الثقة للسيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد، أمام حكومة جديدة تبعث يعني ترفع من مستوى الأداء وتتخذ القرارات والسياسات الضرورية لبعث الاقتصاد، لتحريك الاقتصاد، لتطبيق القانون، لضبط كثير من المسائل التي تحتاج إلى ضبط في هذه البلاد، لاتخاذ الإصلاحات، تقدم على اتخاذ الإصلاحات الكبرى التي تأخرت ولم تتخذ من الحكومات المتتالية. هذا أملنا. إذن نحن نراهن على بديل سياسي، حكومة سياسية سيبدأ التفاوض حولها الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا الجانب الإيجابي من الموضوع، هذا الجانب الإيجابي أن تونس تتقدم على الصعيد الممارسة الديمقراطية. دستورنا قاعد يتطبق، مانيش قاعدين مش حبر على ورق، وإنما الدستور قاعد يتطبق ويمارس. ولأول مرة في تاريخ تونس الشعب التونسي ممثلا بأحزابه الرئيسية يسحب الثقة، كما أعطى الثقة هو يسحب الثقة ليعطي الثقة بعد ذلك لحكومة جديدة. أهنئ الشعب التونسي بممارساته الديمقراطية، بتمرينات هذه التمرينات المتتالية على ممارسة الديمقراطية في تونس، البلد الوحيد الذي تتم فيه مثل هذه الممارسات.